نص استماع. من أنا؟ اسمي عمرو بن بحرم بن محبوب، وأكنى أبا عثمان، وأنتمي إلى بني كنانة. ولدت في مدينة البصرة عام 159 للهجرة، وتعلمت على أيدي شيوخها ومفكريها أمثال الأصمعي وأبي يوسف القاضي وأبي عبيدة والأخفش والنظام المعتزلي. لم تقتصر معرفتي وثقافتي على لغة العربية، بل امتدت إلى الفارسية واليونانية والهندية. كنت أعشق القراءة، فلم يقع بين يدي كتاب قط إلا استوفيت قراءته، حتى إنني كنت أكتري دكاكين الوراقين ليلا وأبيت فيها للمطالعة. عرف عني بروز عيني من حدقتيهما، كما قيل عني إنني دميم الخلقة قبيح الوجه لكني حسن الخلق لطيف المعشر، وأحيا حياة بسيطة كما كنت أحب الهزل والفكاهة. انتقلت إلى مدينة بغداد فأصبحت فيها مدرسا عظيما، وقد ولاني الخليفة المأمون السابع الخلفاء العباسيين ديوان الرسائل. لي مؤلفات عديدة، منها البيان والتبيين والحيوان والمحاسن والأضداد والبخلاء، الذين تضمن قصصا وحكايات عن البخلاء. أصبت في أواخر حياتي بشلل أقعدني وحرمني من الحركة والمواصلة رحلتي في الأدب العربي، وقد فاضت روحي إلى بارئها أثناء مطالعة الكتب، فمت مدفونا بينها عام 255 للهجرة. فمن أنا؟ نستمع إلى نص بعنوان من أنا ونجيب عن الأسئلة الآتية. 1- أين ولد الأديب الذي يتحدث عنه النص؟ في مدينة البصرة. 2- نذكر بعض الأساتذة أو الشيوخ الذين تتلمذ على أيديهم هذا الشخص: الأصمعي وأبو يوسف القاضي وأبو عبيدة الأخفش والنظام المعتزلي. 3- عرف عن هذا الشخص حبه الشديد للقراءة، ندلل على ذلك من النص، فقد كان ينهي قراءة كل كتاب يبدأ فيه وينام في دكاكين الكتب والمطالعة. ما الصفات الخلقية والخلقية التي اتصف بها؟ بروز عينيه من حدقتيهما، ذميم الخلق وقبيح الوجه، أما فقد كان حسن الخلق لطيف المعشر. 5- ما الوظيفة التي تولاها هذا الشخص في عهد المأمون؟ تولى في عهد المأمون ديون الرسائل. 6- نذكر 3 من مؤلفات هذا الأديب: البخلاء، البيان والتبيين، الحيوان. 7- كيف توفي هذا الأديب؟ أصيب هذا الشخص بشلل أقعده وحرمه من الحركة، وفي يوم من الأيام وقع عليه رف من الكتب أرداه ميتا. 8- ما اسم الأديب الذي تحدث عن نفسه؟ الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب.